تشيلوا الدور من قدام حدا محترف هلا انا عنده دائما موهبة. بقول حبيبي، دائما بقول انه نحن دائما لازم يكون في وجوه جديده، بس مثل ما انت عم تقول لازم يتدربوا، لازم يكون في، يعني حتى للاسف بعض المدربين بدهم تدري بدهم تدرب بقى اللي بدل اللي عم يجيبون ليدربوا الممثلات الجديد، هن بدهم مين يعلمون التمثيل بيسمعوا واصلا يعني غير مقنعين لا غير مقنعين. فللاسف نحن ما بعرف، يعني انا بزعل، انا بحب كتير انه كل مره يطلع وجوه جديده، وللاسف بحب كمان شباب، نحن صار عندنا ناقص كمان بالشباب، عندنا ناقص بالاربعينيات، ما عندنا شباب حلوين بالاربعين خمسين وما بدهم يجيبوا وما بدهم يعملوا مخضرمين ايه، واذا بدهم يجيبوه بدهم يدفعوا له اقل من البطل ب600 ومليون مره، حرام. في كتير يعني ليكي بدي اقول لك شغله، انا الله ينجينا من كلمه انا، كيف ما حرت ودرت بحط الحق على النقابات، بتحط نقاب ايه 100% النقابات الفنيه ما عم تعمل قيمه للممثل اللبناني، مش لازم تفرض. انا حقك انت ممثل عربي تيجي تاخذ $500,000 على المسلسل، ما حدا جابرك وما تقبل، بس ما بيصير يكون في ممثلين لبنانيه حد ممثلين عرب بتعطي نجم لبناني بالميت $15,000 ومش عادي، وبدك تعطي ممثل عربي $500,000 تخنت وني نقابي هون شو لازم تعمل؟ نقابي لازم الشركات الكبيرة اللي معه وقادرة تدفع وعم بتجيب نجوم من برا، لا يا خيي في نسبة مئوية، ما ليك الممثل اللبناني منه هالقد طميع، منه طميع لأنه عارف الوضع، نحن ما عم نحكي حتى ما حدا يتلخبط، لأنه هلا بودوا كلمات على شركات الإنتاج على لساني غلط، لا ما عم نحكي عن شركات الإنتاج الصغيرة، نحن عم نحكي عن الشركات الكبيرة اللي بيجيبوا فنانين مهمين من كل العالم العربي. نعم. أنا ما يعني ليه الظلم خي عم تدفع له لإله $500,000 $400,000، النجم اللبناني اللي هم قابيله بطل تاني يا خي اقل شيء يعطيه $50,000 خليه شيء مريح تكفه، بس ما حدا بيحكي بهالمواضيع الا انا، مشان هيك بيكرهوني ليليان الحقيقة، بس الناس كثير بحبوكي، خلينا انا بحبهم كثير كمان، في كثير واتسابات على السريع خلينا ناخذ الاتصال قبل كمان حتى ما تكبر الفاتوره ويبعثوا لنا. الو الو بونجور بونجور اهلا بحكي مع ليان بخري. الو الو إيه، انا بدي اقول مش مهم اذا للي بيفهم وبيقشع وبيحس وللي ما بيحس وبيقشع، يعني مش الدور اللي رح يعمل، دور واحد لو لعبتي كل حياتك بس تبع ام البنات لو ما لعبتي غيره، للي فهم وشاف انك مش ممثله جيني فريمون جيني، هيدي مش تمثيل ولا احساس ولا شيء، يعني عرفت شو يعني كلمة جيني باللعب، خلص بيقشع وبيفهم، في عبقرية بالدور، لا هالدور لا هالدور لا هالدور لا هالدور، الطريقة اللي وقتها تبكي مش انه دايما البكي ببكي اوكي، بس هون غير شيء، الطريقة اللي وقتها بدها تيجي بعد ما تنبخع وتتبهدل من كادين لتروح تطلع عبيتها قدام رفقة وبتقعد، يعني لو كانت جواد 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 انسان او حيا لمرة ببيتها، مش معقول مش معقول الحمد لله. مش معقول، مش قصة انه مرقت او ما مرقت، طريقة منا موجودة بالعالم كله هالطريقة. نحن سألناها لليليان شو السر، ويمكن السر انه زلفة بتشبه ليليان كتير كتير، كتير مطمئن. لا اكتر من هيك، عم بقول انا اكيد من اللي عم بقوله هيدا جميل، في طريقة للي صلت كلهم بيصلوا بيبكوا بيبكوا بيكونوا كتير شاطرين أقوى ممثلين، بس هي في غير شيء، أنا عم أكلم وقتها تفرح، وقتها تفرح بتخدنا معها بتطيرنا بالطيارة بكلمة واحدة، وقتها تيجي بتطيرنا بتقبلنا أب بتقبلنا أب وبتخدنا بنتمنى تكون معنا، شو حلو هالحكي، كل شغلة كل شغلة كل شغلة، هلا رح تبكيها، هلا رح تبكيها لليليان، ما في متأثر بهذا الحكي لأنه بقى مبسوطة إنه أقدر أعبر عنه يا حبيبتي، طول عمرك ما إله معنى الفيلم، بس وقتها تيجي بتيجي الطعمة كيف الأكل اللي والأكل الباهتة، الحمد لله ميرسي يا حبيبي، هي رشة هيدا المطيبات كمان كمان، بس إنه هي، وحتى أنا بقول إنه عم بتقول إنه ما فيها مع شاب تلعب، لا مش خاص مع عمرها، كان هي الدور الأساسي لازم تكون مع ناس من عمرها، حتى أنا توقعت إنه بالآخر يكون في قصة حب لها أو هيك إيه
بما فيي ما عم شوفه انا رايحه جاي بس بمرق ما بيكون عندي وقت شوفه. ايه ما هني بنظرهم انه وقتها تبين بيجي ما لقلك ليه تقبريني، لانه بنظر المنتجين للاسف انه البنت اللي وزنها فوق 70 كيلو ما بتنغرم وما بتنحب. لا دايما هن بيحسوا بهالصوره. انا بعرف كثير سيدات بدينات قد عمرتين متزوجين رجال مثل القمار وبحبوا بعضهم كثير، ما بعرف شو الصوره الغلط. وبعدين منه مقياس، كنت ثلاث ارباع نجمات مصر كانوا بدينات كانوا يلعبوا ادوار غرام. يعني اكبر مثال كانت ليلى علوي وبس ضعف التشكيل. اهلا وسهلا، ميرسي لكلامك شادي. ما لازم حتى تفتح الشيرتا. اوكي اهلا وسهلا، شكرا لك. يعني بدي اعتذر بس كثير في ضغط، بس بدي اقول كلمه صغيره بس على كلام الدوموزيل او المدام، بوجه لها تحيه. اكيد لازم يكون في كاتب قبضاي واكيد لازم يكون في مخرج قبضاي، بس اذا كانوا اثنيناتهم موجودين وما في ممثل قبضاي ولا كلمه مزبوط. ولا كلمه بتوصل محلها. بس بدي اقول شغله مهمه، انا 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 نجينا من كلمه، انا اشتغلته من كل قلبي انا ام البنات، وحسيت بكل جمله، وفي مواقف مرقت معي بحياتي هي ذاتها من حدا شيله قصة جوزي، في قصص مرقت كتير يا ما انجرحت ويا ما ارجع بكياني على البيت وكل شيء. بس في وراكي مخرج اسمه فيليب أسمر ما بيخلي رمشك ما يبين على الكاميرا. هيدا المخرج اللي بيعطيكي حقك، هو اللي بيلقط كل شيء. بتحضري اوقات بحضر شغل تاني ببكي 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 بقول يا دعان التعب. نعم. لأنه المخرج بيشحلك بالمونتاج بيحرقك كرمال ناس تانية. ايه في ناس فيليب أسمر ما بيحرق حدا كرمال حق، بيعطي كل واحد حق. طيب أنا بدي وجه تحية لفيليب أسمر. هول عم تحكي عنه ليليان، هول مشاكل اللي الناس ما بتشوفه، هول حرتقات حرتقات. طب قديش هو المنتج ما بيشوفهن ما بيضروا له عمله؟ ما أوقات المنتج هو بدزهن يعملوا هيك. طب ليه جابه اول شيء او جابه؟ طيب جابه بس لانه عنده اسم ليعمل جبلو ريت. هل شيء كلمه هل حرب الريتك شو لعين؟ طب انا فيني اقول لك كلمه رح اقولها قدام العالم لاول مره معك. قولي. من اول ما خلقت من بطن امي لليوم بدنا ليليان نمري وتفوا عليها. اوف ليه؟ اسالهم بيعرفوا العالم بحبوك وبيعرفوا عندك اسم وبيعرفوا كل شيء، وبنفس الوقت بدهم يكسروك. كل واحد تشتغل معه بيقول لي دور عمرك هيدا ولا انه هو اللي عملك. هلا بكبلك 52 سنه هيك تيجي بتطلع بتلاقي كانه 52 سنه ورقه تصرناهم عم بكبها بسله المهمه. ليه بصير بتطلع انه هذا يا مسطول يا عم بيصطلع علي يا انا مسطول؟ هو ممثل كل دور بيعتبره دور عمره، تقدمه منيح 100%. تقدموا منيح شو لكان ليليان، بس حتى ما يزعلوا. لا ما تزعلوا ما تزعلوا بحبكم. في عدد هائل من الواتسابات وفي اتصالات كمان، بس الرقم بيخلص 788. سلموا لي كتير على ليليان 763. الله يا صوت لبنان. أمال بتقول بونجور للفدات للفدات بأدواره، نحن عم نحضر ما في لنشوف لنشوفها بدورة الحلو والطبيعي. شو رائع، منحبك كتير ليليان نمري، ولازم بكل مسلسل تكون موجودة ليليان نمري. في ناخد الاتصال. اوكي بناخد الاتصال ومنرجع منتابع. في اتصالين. الو بس نعم. بدي اتمنى الاختصار على السريع لو سمحتوا. شركيش سني تفضل. اهلا اختصر ضيفتكم بكلمتين بس. يلا ست ليليان انت فخر للبنان وللبنانيين كلهم، بنحبك كثير، الله يرحم اهلك ويطول عمرك. طول عمرك طول عمرك. خلينا اياك حلو كثير. اتصال جديد. الو الو. نعم بونجور اندريا. بونجور. اهلا سميرة. بونجور. اهلا ليليان. بونجور. اهلا ليليان. بحبك 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 لاخر نفس. يا حبيبي مين معنا؟ ويكسر رعب تقول لي بدي يكسر لك خاطري. يا حبيب امين يا رب حبيبتي. انا بحياتي ما كنت اقولها، بس هالفترة عم بقول الله يقهر بده يقهرني. اهلا وسهلا فيك بول سلامي، بيقول لك انت اميرة بقلوبنا وزهرة ربيعنا وبلسم لجروحنا. الله شو هيدا كتير. مهما وجهك غاب عنا ما حدا بيعبي مطرحك بقلبنا، الله يطول عمرك وما يحرمنا من طلسك الساحرة وجميلة الجميلات لو مهما كبرتي. يا حبيبي طول عمرك. ليليان ليش المنتجين ما بيكتبوا قصص غرام لناس اعمارهم شوي
صاروا مثل عمرك يعني انت ما عندك مشكله اصلا بتقولي قد عمرك وبتكذبي اكيد انا فت بال59 وبفتخر. طب ليش ليش ليه ادوار الغرام ما بتنحصر علنا على اللي مبينين بهذا العمر؟ لا انه لعبت ادوار الصبايا اللي بيكونوا مزبطين شغلين على حالهم شوي كتير شوي كتير بيعملوا له ادوار البطوله بيجيبوا شباب صغار بيبيلهم. بس اندري بدي لك شيء، مش معيار انه يعطوني دور انه حبيبي، لا مو معيار بالنسبه لي. لا بدي يكون في بس شيء. انا مثلا ليه انبسط بزلفة؟ انه حلو كمان ارجع افكر انه لا زلفة ايه مره مجوزه، انه لقيت واحد تجوزها انه مش يعني عرفني مش انه انا هلا مش انا مش انه انا ما لقيته مش انه واحد شباب على الباب مش لهالدرجه، بس انه اكيد قدم لي كثير اشخاص. بس القصد كثير اخذني فكره غلط انه لا الناس عم ما بيعطوا دور حبيبه، الناس عم ما بتزبط مديرة شركة، الناس مين قال لك يا خيي؟ بس الناس عم بتضحك. بس انه هيدا يمكن لان احنا عنصريين بكل شيء 100%. ليليان ندى ليك القلب الحلو حياتي وبتقول هيدا لليلو وي لاف يو يا حياتي. كمان ويليام ضو بيقول لك حبيبة قلبي انت. الرقم بيخلص 007 بيقول هل يوجد تصنيف للممثل؟ لا يوجد عنا. ما يوجد تصنيف للممثل؟ في ايه بلال دبيبو من باريس تحيي لستراك ومساري وممثلة الكوميديا الأولى بلبنان تحيي من باريس. ليكي أنا ما بحب هذا يعني مع احترامي لألكون يعني أنا أخذت لليوم 64 تكريم بحياتي وفوق الميت لقب. ما بحب الألقاب بس أنا بفتخر بواحد بس زعيمة الكوميديا. زعيمة الكوميديا يعني ملكة الكوميديا كتار أخدوه. في زعيمة أخدوه ما بيستاهل. في زعيمة الكوميديا بلبنان اللي هي ليليان نمري. بمصر في زعيم الكوميديا اللي هو عادل إمام. تزعلي بالفرق ما اسمع خلينا نضحك. الممثل يخبر خبرونا عم ياخذوا منا مقابلة عادي يا الله بتضحك قبل ما خبر الخبريه. سالوه عني قالت لهم بدك كثير لتوصل لعادل امام. مين قال له بدي اوصل لعادل امام؟ هي ليليان نمري. انا ليليان نمري ويا ريت بقدر اوصل لنجوميه واعمال وسنين وتاريخ. لا بس انه لا كل واحد على طريق عادل امام قدم اعمال اللي انا اللي انا شو مقدم اعمال سؤالي انا بدي لانه أسأله. هو اتيح له يعني اكيد في فرص يعني في فرص حتى بسوريا لكتير اشخاص سوري يعني بتشوفيهم نفس الشيء لبنانيه بس بتشوفيهم بكل المسلسلات في فرص الله يوفقهم يعني مش سما يقولوا عنا برزقتهم في فواتير تلفزيوني كمان قالت انه انا ما عندي اولاد هلا لشو جابوني انه ماني انا ما عندي اولاد مش بحاجه لمصاري ليش ما بدناش نعيش. لا بدي اوضح فكره سؤالي انه عادل امام بمصر اخذ حقه وزياده. ليليان تنزعج بلبنان من الصحافه من الاعلام انا اقول لك انا ما بقى بزعل اندري انه انا زعيمه كوميديا كمان ما قبل في اهم مني بكتير مين كرمون ما في انسى زعيمة كوميديا لا بس مرة في ريال كريم بس مرة بغير إطار أوكي هني ما لعبوا بغير إطار هني ما لعبوا أصلا مع احترامي لإلهم معلي صار بحق اللي دافع بغير إطار كليا ما حدا ما مرة كوميديانيات بلبنان لعبوا الأدوار اللي لعبتها. أنا فوق 70 كاركتر هني ما لعبوا هالكاركترات بس ما فينا نحن ننكر لا عمول أنا بغير إطار بغير إطار كليا ما أخذوا اللعب عم علي نمري وليلى كرم كانوا من أخطر الكوميديانيات ما عطيون حقهم فعلا لبسوا ليلى كرم بالمرة القوية ولبسوا علي نمري بالبكي جيبوا مروان نجار بمسلسل اسمه اللعبة كسر النمط هبلوا العالم عليا وليلى عم يلعبوا كوميك مع انه عليا كانت تلعب كوميك كثير مع اي مسرح بس كتلفزيونيا مش يا اختي نحن عنا اندري جبناه اول انا لما عملت المعلم والاستاذ دور الخادمة عفو عند الاميرة هند قبل لما اجاني من بعده 10 مسلسلات صانعة سوري ما بدي هي شبكوري فهمت شو القصد اندري ترجع بتقوله ما في شغل بيرسموا هالصوره نعم ايه خلص هي رسمت حالها بالصوره لانه لما بلشت بالتمثيل مع بي كانوا بتعرفي هي امي من الضمور وعمتها راهبه في قربة انا من الضمور متدينات كثير عرفتي خافت قالت لهم اذا قالت له بي اذا بدي كمل تمثيل ما بلعب الا دور يا ام يا تيتا تما تعلق
مع قرايبينا. اوكي هي هيدا. بس انه كان بيقدروا يعطون كتير ادوار خاصة كوميك حرام يعني. في اتصالات الو حرام كيف منطرينهم ما تواخذونا. الو الو بونجور بونجور كيفك اندري؟ منيح. معك تريز. يلا تريز بتحكي مع ليليان. يلا عم بسمعك يا تريز. انا انت مهضومه بديو المشاهير وبتلبسي احلى لبس ما بنعرفك وانا دايما بعرفك انه انت ليليان نمره عم بدق دربك. شو هالذكار يعني كتير كتير حلو انت. الحمد لله هذا الفنان اللي بيتعب على شغله يعني. بس في ناس بفكرونا يا ست تريز انه هيك نحن اخدينا. لا انا بتعب كتير بالبرنامج. اللي بدق على دربك شو اسمه؟ ستراك. ستراك. اهلا فيك تريز. اهلا. انا اخر ثلاث ايام جمعة يعني خميس جمعة سبت انا بعيش مع الشخصية. نعم. انا تعلمت رحت عند استاذ طبلة بدي اقول له اكيد لأستاذ جورج أغوبيان انا بدي اشكره كتير انه عطاني من وقته لدربني كيف بحمل الطبلة كيف بشتغل. أيه. كيف على القليلة بلحق الايقاع لانه أيه انا اللي عملته ساعة معه ما يعني شو عندك لحد شو بدنا نشوف ما في سيرتريز. بدي اقول على سيرة ستراك. ست سميرة طفيق كانت عم تحضرك الجيل الاحد أيه. وحكينا بالموضوع كنا عم نحكي انا وياها عن جد كتير حبيت اللي قدمتيه. لا حبيت. انا لقلك شغلي لانه دغري بدهم يقولوا اليوم بتغني مع دينا لست سميرة توفيق. قلت كل الناس رح يفكروا انه بدي اعمل سميرة مع اني بفتخر يعني. بس عملت ريحة سميرة حطيت عباية على كتافي مع شعر خيطت الشعر على العباية تبين شعر طويل وقلت ببروم بعمل تحية لستراك لانه انا بحب الوفا اللي كان بيناتهم. انا بحب الوفا فحبيت انه اعمل كمان لفت لستراك وتكريم. اكيد بدي اقول شغلة كتير صعب انه تجيب الشبه 100% بس انا مساعدني كتير انه انا وجهي مبروم بيقدر يعطي بيقدر ينعمل عليه ميك اب بشخصية للكل. مساري ايه مساري لا معك حق باللي قلتي انت هو ضعيف وطويل انت قصير وناصح بس ايه. بيطلع على الوجه ايه. واول هيك وهلي بيطلع عم يفوت مثلا التعبير المشي كله يعني بعيش معهم على اليوتيوب يومين يعني بصير بتطلع يعني هلا انا شخصية اللي بدي اعملها الاحد رجل او انثى استويت امبارح رجل او انثى رجل او انثى ما فينا واللي ناطر على الخط بس بدي اقول شيء خليني انبسطوا انه رحت المرتين يلا اه جود الو الو نعم بونجور وانت استويت على الخط معك شخان شركه يام تفضل اهلا اوكي انا بس بدي اقول انه ليليان نمري هي حاله فنيه يعني انا عمري 53 سنه ولحديث هلا كل ما بشوف برامجها يعني شيء روعة وكل الكاركترات روعة. مرسي كتير يا حبيبي. وأنا بدي أقول إنه هي عندها احترام وحب خاص عندي. ليه؟ لا كفنانة كفنانة كفنانة. شو أنا عم تطلب إيدي على الهواء؟ كفنانة. ليك هلا أنا هلا أنا وسميرة أو ليه أمرب؟ لا هلا 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 الصف الصوت لبنان هيدول يعني هن عائلتي يعني تسلم الله يخليك يخلينا هيك هذا بيتي وانا كنت زيانة شرطة مظبوط كنت زيانة شرطة اخبار حرب لما ما يقدروا يجوا الاخوات والله يوفق نطي خير مظبوط سميرة كم مرة خلص الهوى على الحرب انا بتذكر انه كنت تجي برفقه الوالده بس انا كمان كنت انا كان عندي عمل كتير مزبوط. سوري انا قبلك بصوت لبنان لو سمحت ما مش هيك انا قبل كتير ناس مشهورين مزبوط كانوا ما يجوا من القصف وكان لانه بيتهم حد موقع الاذاعه حد الاذاعه القديمه بتقولي لليار كده بدك تذيع لشكلك لك اصعب شيء الاذاعه لانه الناس هلا صاروا عم بيشوفوك بس قبل كتير صعب ما بيشوفوك بدنا نقول له ميرسي يا عم مسيو ساركيسيان ولا ساركيس ساركيسيان نعم بدي اشكرك حبيبي على كلامك بتشكر كتار روعه من الشمال بتقلك بنحبك كتير انا كلكم بحبكم صغار وكبار رقم بيخلص 183 ليليان وي لاف يو مدام متا للونا نحن كتير بنحبك وانا بمسلسل ما في كتير حبيتي حبيبتي مرسي. الرقم بيخلص 991 ليليان نحن بنحبك كتير وخلينا نضل نشوفك على الشاشة وكفة هيك بدي اعتذر عن الفويسات مش رح نلحق نسمع الكتير محمد غنوم من الدنمارك بيقلك انا من جهتي مقاطع كل المسلسلات يلي فيها غير لبنانيين ما بيحضر غير الممثلين اللبنانيين سارة هيدي عقدة النصاحة لازم تنسيها
انا ماني معقده من صاحبتك. لا بدي فاهم شغلي لما بكون عم نحكي نحن ردا على بعض الاقاويل. البنت اللي معقده من صاحبتها بتزرب حالها بالبيت. انا بعرف بعرف بنات انا شلتهم من هيدا الوضع. صدقيني ست سميره في في سيدات بدينات ما كانوا يظهروا من البيت. انا طلعتهم. لا بالعكس اللي معقدة من نصحتها ما بتكمل فان أصلا. ماري روز بتقلك الله يرحم أمك عليا. تعيشوا يا رب. الله يرحم ترابها. هي هيدا الفن الحقيقي. شو بك تقول انت عم تدعي؟ ايه لانه لينا رضوان بنت اختها الست سميرة عم تبعت لنا هلا انه كمان عم يسمعونا اليوم بحبوك. عم تقول لينا ليليان سيدة الوفا بكفي نحبها. الله يرحم الله يرحم والدتك. بحبوا لك والدتك كمان. بكفي محبتك لسميرة توفيق وهني كمان بحبوك. نحن هي بتعرف نحن ربينا من إلا لست سميرة عمتي. لأنه بي كان يقول لي بي مات ويقول لي طال سميرة أختي. ايه يعني هذا الشيء معروف. يعني الوفا وفي إلك محبة خاصة بقلب زازة سميرة توفيق. ايه بس بدك تاخدي لنا موعد بدي اطلع اعملها زيارة. يلا قريب. يلا عمري ظبط لي اياها القصة. في معنا اتصال. الو 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 اهلا. الو بيروت. الو بيروت من فضلك يا عيني. عارفة عشانك. الو يا سرية اهلا. كيفك؟ الحمد لله. ليليان يسرية مستمعة من مصرية عايشة بلبنان. حلو. ازيك يا يسرية؟ ازيك يا روح قلبي انت؟ اخبارك ايه؟ انا عسل وانت قمر. واقول لك على حاجة. انا وانت لازم نعمل مشروع للتخان. للتخان مشروع يعني للمصريين. انا بدي اعمل مانيكان للتخان. ايه فكره فكره. ليش لا يلا دبري له تمويل. انا بدي وجه تحيه لمصمم ازياء لبنان عايش برا. نعمل. وبعدين انا بلبق لي ان انا اكون نصحه. انا مش نصحه قوي قوي بس قمر. اصلا كلكم مش بس هالروح الحلوه يا يوسف. مش بس حلوين انتوا يا عم. انا تخينه كمان ما تخافي يعني. بس كل التخان عندهم عندهم خفه. طب هيك تعنجم مع بعضنا نحن التخان وننزل نعمل مظاهره. والله سكر البلد. ليليان انا وانا اهضم. ها بحبك كثير حبيبتي. وبقول لك للاحسن للاحسن للاحسن. والزعيم انت مش احسن من لا هذا هو. لا انت احسن منه. سوري انا قلبت الموضوع. بس انت دمك الخفيف. نحن بنعطي حقه للزعيم ولكن كمان حقنا نعطي حقنا للزعيم. بدي اقول لك على حاجه. عادل امام. عادل امام اذا بتريد ما تحكيش عن المره. مش هحكي انا. طبعا احكي على الزعيم بتاع لبنان. عادل امام قمر وانت قمرين حبيبتي. طبعا وحياتك وانت قدمتي السنه دي اشياء من اروع معاني. الحمد لله واحنا ما بصح الا الصحيح. بحبك كثير يا ليليان. وانا عايشه هون وفكري في مشروع نعمل عرض ازياء للتخان. ما انا كنت بدي اقول لك بدي وجه تحيه لمصمم ازياء لبناني اسمه ادم. نعم. عايش بدبي. كان حكي معي بده يجي يعمل عرض ازياء للبدينات. وانا رح البس فستان العرس بالايه. لا وانا ليليان ما تنسيني. خلص من لبسك فستان. روقي روقي. نعملك شبيني. نعملك شبيني. نعملك شبيني ولاختك. ليليان انا بموت في يسرية. بنعملك شبيني. فاعملي حسابك يا ليليان اذا مشيت الموضوع افتكريني انا. خلص والله يا يسرية. طويلة قوي. انت بتحب التمثيل كمان. بموت في التمثيل. طب فيك تتركي لنا رقمك تحت الهواء. تحت الهواء. اهلا وسهلا فيك يسرية. هلا بياخذوا رقمك تحت الهواء. في اعداد هائلة. جورج يعقوب بيقول لك في مشهد كتير بكاني لما ليليان حكيت مع امها الحقيقية بالصورة. حابب اسالها هيدي فكرتها او المخرج انه تحكي لها صوره عليا. لا بصراحه ست كلوديا هي حبت تكرم عليا يعني بالمسلسل. نعم. لانه هي ما فيها تيجي كل يوم على التصوير. فكان فيليب عم بحطها بالصوره علينا كلنا. يعني وعم بقول لها ليان عم تشتغل شغل كتير حلو هيك. فحبت انه تعمل تكريم لعليا. قد ايه كانت حلوه فكره التكريم؟ انا كنت رافضه انه تكون صوره امي بالالبوم. ليه؟ لانه خفت الناس يقولوا لانه صوره امي بكيت. مش لأنه مش غلط تبكي لأنه صوت. ايه بس مش لأنه هي عم بتأدي الدور منيح. ففيليب قال لي وسقي فيي واعملي. بالعكس انا مو سقى. ايه بس انا بس خلص المشهد انهرت. اكيد. لا انهرت انهرت. يعني وهن ندموا انه طفيوا الكاميرا يعني. فلما اجى بده كانوا اخذوا اللقطات الاقوى. انهرت. ايه انهرت.
نانا بتقلك انت نجمه بالتمثيل ونجمه بالغنى، بنطر نهار الاحد حتى اشوفك بتعقدي مرسي. مش شايفه اهضم مني، يلا ترقبوني بس اطلع من دي المشاهير. ما بتخبر مش عم تاخد اكسكلوزيف انت مني؟ بلا هلا بعد بس اطلع من دي المشاهير نزل غنية غير شكل غنية. لا. أنا بتعرف إنه أنا بغني مونولوج، أغنية كلهم بصوت. لا أغني غنية مع مين تعملتي فيها؟ ما فيني هلا أحكي، بس هي غنية بتزرع الأمل لكل العالم العربي. غنيتي بآخر عمل مسرحي قدمتيه كمان؟ أكيد أنا كلهم، أنا عندي 20 غنية مونولوج. ليك أنا لو بدي أعمل مطربة وغني بمطاعم كنت عملت من زمان، بس أنا هيك يعني هيك بس لأنه عليا كان حلمة إنه غني منه. أمي كان حلمة أكون مثل عمر الزعني هيك غني ناقد وفوت على الحبس وهيك. حلمة تفوت على الحبس إيه إنه حلم إنه أمشي كلمة هيك قوية للدولة مثلا وفوت على الحبس إنه إيه عادة إنه الحبس للرجال. بس عن جد يعني فهلأ أصلا يعني الفكرة طلعت معي ومع الكاتب اللي أنا بحبه كتير بس ما قادر أقول هلا عم يشغل عليا دغري بعد بيو المشاهير. والله راد يعني اذا قدرنا ولقينا سبونسر، لانه السبونسرات مره اليوم بحبحين لا بس انه ما بلبس قصير على هذا اللي عم كذا. فلكل المحبين اللي بحبوا مش انه عم بعمل دعايه، لكل واحد بهمه الامر، صاحب مجوهرات، واحد عنده أرض شيء ما بعرف، إذا بيدعمنا لنصورها كليب لأنه عن جد غنية إنه ما ليه يعني بتعطوا سبونسرية لمين ما كان. بدنا نحن سبونسر يمشونا وترقبوا تلفزيون ليلو قريبا على الإنترنت على اليوتيوب مع برامج جديدة. حلو رح يكون معي صاروا 7 عدهم أو خبريتين طازة. رح يكون معي ممثلين منسيين. حلو المتنفس تبعك رح يكون اليوتيوب ان شاء الله. اللي ما عم تاخديه على التلفزيون رح تعطيه على البرامج اللي قدمتها على تلفزيونات كتير. الافكار اللي بتجيني لبرامج قدمها شيء مخيف يعني ما بيقبلوها ما بياخدوها لانه ليك ما بيأمنوا فيك كتير يعني بيعرفوا بتجيب ريت بس ما بيأمنوا اللي نمرة تقدم برنامج يعني ليه؟ فانا بدي ضل وجه تحيه لروحه لنقول ابو سماح الله يرحمه ولمدام ماري بدين لأنه فيه قدمت على فرد سنة كاملة برنامج على قناة المرأة العربية كان حديث للعالم العربي. كنت استقبل كل يوم 4 أشخاص ونهار جمعة حلقة فنية فأمنوا فيه بهاي السنة بس للأسف يعني الله يرحمه للأسف. إن شاء الله. على كل حال هدى بتقول في كتير أسئلة، بتقولك أنا بحلقة سيليبريتي دوت انقهرت من غسان كيف انتقدك على مشهد يلي بعيد الاستقلال أسامة أصلا يمكن ما عجبه أنه جمعت كل الأحزاب من بعضون. لا هو مش هيك هو قال أنه أنا ما ابتكرت فكرة جديدة ما كيفيني أعمل شيء أنه غني وطني شو بدي أعمل يا أندري يعني إذا عملت كاركتير بيضحك بيقولوا ليك متمسخرة على بغني. لا كتبة موقع كتير صعبة وكتير صعب كان. تفاحة خليكي مثل ما أنت منحبك كتير نجوى. بكرة بس أطلع على المزرعة رح أبعط لك بيض لعمي تقولك الدجاجاتي شفت يا حرام بيرح أقول لك كتبة برش حمود أصلا بدي أقول بدي وجه تحية لكل الأرمان هول الناس الأوفية المحبين اللي بحبهم اللي ربيت بيناتهم خلقت برش حمود أنا وربيت بيناتهم. ما فيني خبرك الكلام الحلو اللي قالوا لي إياه إنه مبسوطين كيف ذكرت ستراك وعملت ستراك وما في محل في التعليق أبدوا مني ما يعني عرفت ليليان شو مشترك ليليان بخجلوك في جرأة لا بيخلوك تدفعي حق ساندويش لا بيخلوك تدفعي حق شيء عن جد خديني معك وقت بطلوك ليليان بتحسي إدارة ديو المشاهير أو المسؤولين بيتجرأ ويطلع من البرنامج لو ما أخذت تصويت؟ ما بعرف في جرأة بقاء وجرأة رحيل دينيتهم القرار بده. أنا اللي بعرف إنه هن مقدرين التعب اللي أنا عم بتعبه وأنا بدي أقول كلمة حق وضميريا يعني من 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 أصعب البرامج اللي الناس بتفكرها كتير خفيفة عنا فريق عمل بيتعب مثل خلية النحل من يوم التنين يعني الأحق لا حرام. أنا بدي واجه تحية للكل يعني ما فيني استثني حدا الله يعطيه الألف عافية. بس ده بده يكون قرار جريء إنه إيه هالحلقة طالعة ليليان ما بعرف يمكن بالنسبة لأ ما بعرف
يمكن أما تيد رح تكون أصعب للناس. قديه بده يخسر جمهور البرنامج؟ ما بعرف يمكن لا. بلا أكيد. لا أنا في ناس أنا ليك أنا بنيت. لا لا ما عم بحكي عن الأشخاص. أنا بنيت كتير منطقية وقاية. أنا في شخصين عم يجيبوا أعلى نسبة تصويت حسب ما يقال، يعني عم يجيبوا تصويت أكثر مني، فأنا بحكي ضميريا يعني. هلا ما بعرف قديش رح تكون صعبة يقولوا لي فلي، بس انه الناس اكيد رح في ناس رح كثير رح ناس خليني على السريع في ناس رح ينبسطوا لا لا رح ينبسطوا ايش في ناس رح ينبسطوا بس اطلع من المشاهير رقم بيخلص 3-4-1 بحبك بده يرتاح هيك يعني يا بعت لك منيح اللي تعرفت ريحتيني ليليان رح اقرا لك باختصار كثير كثير 3-4-1 عن جد ميرسي بنحبك لانه بتستاهل المحبه علي كمان بيقول لك على الموهبه وسام ليليان صديق الصدوق بنت الملح اللي ما بيفنى صديقك وخيك وسام مين وسام ما بعرف ما وسام اهضم واشطر شوف فرجيني صورته ما في صوره ما في صوره في نويس صديق بعرف بعرف واحد كان مثل ابني اكل خبز وملح ببيتي يمكن. اسمه وسام هو اكتر واحد عم بحاربني اليوم لا هلا فما بعتقد هو بشير اهضم واشطر ممثلي قليل بتقلك انا عن عرضك شو مهضومي لك انا عن عرضكم شو مهضومين كبشتيه بدي اقول ميرسي لميمي لاند اللي هن على الانترنت ما اسمحوا لي اعمل دعايه اللي بعثوا لي كادويات امبارح وعايل فرجيهم انه انا كتير مبسوطه بالكادو بس هلا سكرتي على الميكرو لا. ايه اه اوكي شوف ريمو مارسيل من زحلي بس رح اقرا الاسامي 5-3-4 ليلي عمر رقم بيخلص 803-450 طارق قايش ميشا ابو جوده دكتور دخيلة بيت أبو جودة لكن دكتور توني نعمي طبيب القلب الشهير موجه لي دخيلك دكتور قلبي قلبه مش لح يحمل يا دكتور توني قلبه منيح منيح بعت لك كمان لا لا أنا حكيمة قال لك أنت أحلى عالم حكيم الصحة طالب مني فحص قلب جاي لعندك عمل لك هلا بعتك رغم ميرسي قدي عمره بس قدي عمره أعزب بدأ التفاصيل لا لا مش كمل هيك قدي عمره لا لا منحكي لا بس قدي عمره تقريبا ما تقولي يعني 30 لا أكثر شوي لا 40 ايه ما بدي يكون عمره 70 لانه بفكرني في هارطة دغري بقول لي مره رحت عند حكيم قلب قلت له فحصني قال لي خلص لكن لو خلص حبت قومي بلال بيسالك يا ريت تعملوا مسلسل ابو العبد جزء ثاني يا ريت بشاره تفاحه هذا تقدم على او تي في وقتها رقم بيخلص 9-3-3 عم تسالك ليش ما بتعملي الجراحة بدين عاملة أنا عاملة تطويت مادة عند دكتور يوسف أندراوس ونزل 40 كيلو بس أنا قد ما بتحبوني نسيته كيف كنت إذا بتفوت أنا بفوت أو أدخل الفيسبوك بقول هاي أنا بس أنا لأني من أنا وصغيري بلشت أنصح بسبب الكورتيزون تعودت على حالي ما كنت شوف حالي ناصح أنا طول عمري هلأ لما بتقارني عليك وفي كتير نجمات قلدوني لما قلت أنا بي لما طلعت بديون مشاهير ولما عم بقول استاذ سيمون شو انه فهمنا ما في صوت وما في حاله قلت له سوري بعتذر منك انا بعتبر حالي ملكة جمال العالم فكتير نجمات تاني يوم قالوها شابيتر بالمجلات لعايب الغيري لعايب الغيري كونوا انتو قولوا اللي بقلبكم دايما تصارحة مع نفسك رودريك بدو يقلك شي يلا حياتي تسمعي نسمع. رزق الله على ايام زمان الله مع السامعين عرفتوني أكيد عليا نمري أنا بنت الشوف ما كنت شوف إلا الشوف كانت المجي على بيروت كأنه مسافرين على بلد تاني بتذكر هديك الأيام بتذكر طفولتي ببلدي وبضيعتي اللي هي الدمور عروسة الشوف اخترت السكة اللي كان ماشي فيها جوزي والحمد لله بعدني ماشي فيها الحمد لله والله عطانا أولاد وصار عنا أحفاد وبعدنا نفس الضحكة ونفس السكة وما تغيرت الأم دايما بتكون أنانية بتحب ابنها زيادة وأوقات محبتها لابنها زيادة بتضره بتضر نفسها عندي بنت وحيدة اللي اسمها ليليان بتمثل بتغني بترقص بس هي اليوم بالغربة بتمنى أني أشوفها قريبا أنا مش بس بنت مغتربة
كمان عندي ولد مضرب، إن شاء الله تضل طيبة وشوفه. يا ابني إلك كمان بقلك مليت من الغربة، الأم ديما بتحب تحضن ولادها، وتلك الدجاجة حطته تحت جوانحها. أتمنى مش رح تقدر، مش رح نقدر نسمع أكثر لأنه مش سمعتي أنا كان حرب وسافرت كأجاني مسلسل بالأردن وكانوا كتير متضايقين إنه فليت و ما ولا مرة سمعتها. ما كنا بدنا نبكيها بالآخر. لا بس تأثرت إنه ما كنت عارفة إنه هيك حكي عني يعني. عم نحكي عن الوفا. كانت عليا نمري مع نبيها أبو الحسن على أكثر من 20 سنة سوا، بما كانت بطلة مسرح. خبرية. خبريني. أمي لعبت سنين أمه لنبيها الله يرحمهم اثنيناتهم. كل الكبار الأوفياء راحوا. مرة فايت استاذ نبيه الله يرحمه من كوريدور تلفزيون لبنان وظهره ممثلة، قالت له لك يا نبيه كل سنة كل سنة عليا أمك، طب جيبني شي مرة. أنا شو بدي أقول لك، فيني غير بيي بس ما فيني غير أمي. حلو. شو حلو. حلوة. هيدا الوفا. هيدا الوفا للأسف. كان في ما في كان على كل عيد أمي دقلة. شاعر كريم جبارة بقول لك أرزة من أرزات لبنان. بيير بيحييكي. حنان جدعون ناطريني كل احد. الي ما تقولي كل احد، يمكن هالاحد طير. انا لا لا صعبه 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 وين بدك تطيري. غلاديس نيلي باسكال كريستينا توبيجيان محمد من ايطاليا لك يخرب بيتك شو حبيتي رعبي خلاص من برا كمان 4-5 الكود يعني بتصور من اوروبا. كمان داني بوجه لك تحية. سامي على الفيسبوك. وسام شاهين بيقول لك يا ليلو. وسام شاهين وسام تلفزيون لبنان إذا مش مضيع أنا. لا كمان رقم بخلص 448 هدى. أوكي قلت لك دكتور نعمي خرج كمان يمثل معك لأنه كتير مهضوم. مين؟ عن دكتور نعمي. كان مزبوط انا عم اقول لك وعضمان يعني حلو. ايه حلو مهضوم كثير. لا حلو يعني بيلبق للكاميرا هيك عم نقصه. إيه بدنا بيلبق مش مهم الحلو مهم يعرف بس ليليان الا بتنقيه شو قصدك مش مهم حلو مش بلا يا خي عن مش غلط يكون حلو. والله انا بقول لك حتى بنات لو كل يوم نلاقي نحن عنا ناقص بالبنات الحلوين يا جماعه. طب بس ما بيهم يكونوا حلوين ما بيعرفوا يمثلوا. ليه المنتجين عم يركضوا عليهم؟ خي هيدي ابا عن جد ليه نحن هلا بدنا نقعد نحكي هيدا اصول الدراما. كل سنه بده يطلع وجوه جديده بس بيندعموا بهالكبار. ولك يا عمي امينه رزق ضلوا يجيبوها ويحملوها على الكرسي. مزبوط كمان رقم بيخلص 3-2-1 راغدة بلال ماري روز تيرا بلال مين؟ بتقول بلال مين؟ بلال بيبو من باريس. فكرته عندي قديه دافعين لكم تتبكوها لا يا بلال يعني هذا رودريغا مش حقدر اقرا الرسائل ولا بقيت من الاسماء. لازم نعمل مقابلة 3 ساعات لانه ما بتكمل. هي ما بصير يا عمري فينا نعمل مسلسل نحن. بعدين كنت عم اقول لها لسميره امبارح حطينا بوست على الفيسبوك قلت لها فوتي على صفحه ليليان مش لعندي شوفي شو صار بعد ما حطينا البوست خربت فعلا. انا بس بدي اقول كلمه قبل ما نفل. انا دائما بقولها في ناس بصير يقولوا لك انه بتمثل المحبه لك اخر همي هو العالم. أنا بدي أقول أنا نجينا من كلمة أنا بنت من وقت ما خلقت لليوم لا بعين الشهرة ولا أنا خلقت مشهورة يا جماعة. ايه مزبوط. أنا إما عم بتصور في مولد الرسول حبلي فيه وقعت على الحصان ركض هون ريبا ركض قال لهم دخيلكم انتبهوا عليا حبلي. لما خلقت قالوا ليليان عليا جابت بنت سمتها ليليان هاي اللي وقعت فيها لما كانت على الحصان. ما كان في إيكو ما كانوا بيعرفوا إذا في صبي أو ليليان أخذت أنا من أنا وصغيري بيكتبوا عني بالصحف وبالمجلات. بعدين بي كان عن جد بي كان محبوب يعني من السياسيين من الصحافة كانوا كان بي الوحيد اللي يلحقوه شو بقولوه شو أيضا باباراتزي يلحقوكن على طول معه عبده فات على محل كذا معه بنته ليليان يعني عندي أنا بعد جرايد بي حملنا إيده بعبيب دكاني يعني تصوري. فما بعيني شي بدي أنا بهمني محبة الناس ورضا الله والصحة ما بدي شي بدي لما موت
لا بعيد الشهر بعد بكير بدي لما موت يجي حدا عدفني. كنت بدي اقول لك رح يجي بس جد بلعتا يمكن كمان. لا انا عم بحكي الله طول عمري. انا اللي بده يجي كرمال لانه الكاميرا صورته عمل حاله بحبني عم يبكي. ما يجي اوعى يجي. انا بدي الناس يجوا. بدي الناس اللي بحبوني ما فيك ما تضحك يجي يدووا شمع ويودعوني من قلبهم. بس هذا اللي جايبه جاي ولبست لي تتصوروا ايه هيدا وتتصور وتعمل حالة بتحبني وهيك بيجوا طب عصني بظهري طلعت ما بقى ترجع. ايه ما بدي اياها تجي. اوعى تجي ولي اوعى تجي ولا انت الواحد هيك الليله ما في اصابع ليليان ايه خلص. ليليان للاسف بيروحوا الاغلبيه تمن عمي بيروحوا على الدف كانوا رايحين على ريد كاربت. ما بعرف انا كانوا رايحين على ريد كاربت بيروحوا بعدين ما بفهم انا لشو الفول ميك اب بالدفن و اكيد ما نروح مثل الموميا كمان ما بصير في بروتوكوليا في ليليان اخذتي حقك المعنوي خصوصا بهلا انا برايي هلا يعني مؤخرا تقريبا مادي شرطك قول على ظهره ماديا اخذتي حقك. غير السؤال بفتكر لازم نختم. ما انت ما انت بفتكر لازم نختم. بعد ما قلنا لك من اول المقابله ما بقى تعيده ما بيصير يكون في بطل تاني هو سبب رئيسي لنجاح العمل ويكون ان كان ليان نمره او غير ليان نمره او مين ما كان وبتحدى اي ممثل يدافع عن زميله مثلي. مش لشوف حالي بس عيب وصلنا لوقت صرنا نستحي انه ما بنحب بعض. صرنا نستحي انه ما مندافع عن بعض. التعاطي مع بعض صرنا نستحي انه منفخد ببعض. ليليان عيب. التعاطي مع بعضهم على السوشيال ميديا النجوم شو بتعطي عنوان؟ شو هيدا؟ تعاطي مع بعض. شو يعني تعاطي؟ يعني اللي لا في فرق بهدلني تعاطي وتعاطي. تعاطي كيف يتعاطون؟ ايه ما في تعاطي كذا نوع. للاسف كيف بيتعاطوا مع بعضهم على السوشيال ميديا؟ انا بينعدوا على الاصابع اللي بيعمل لي لايك. إذا عملت شيء ناجح يعيب شي. مش من النجوم مش من لا الناس. نجوم بس الناس بيعملوا لك كتير. شو بدك بالناس؟ الناس هولي هولي رفيق عمري هولي اخوتي تحكي معهم على تحكي معهم على لانه ايه بشوف ارقام عمي انا مين اللي بهالدنيا؟ انا امي وبيي ماتوا اخواتي من غير شر نصهم مسافرين. انجي ما انا خيبه دق لي بقول له كيفك خيبه اللي اختي كيف شوفريت التاكسي منيح كيف عيالهم إيه شوف شوفريت التاكسي اكثر من اخواتي انا. يعني المعنى اللي عم بقوله ست سميره انه ما بقى نحب بعض تعينا تيجي بتقولوا له تعالوا يا خي ننزل لا تعالوا ننزل نوقف قدام المجلس النيابي نطالب بحقوقنا تعالوا ننزل نحكي مع النقاب يحطوا حد للاستقصاء من مكافئتنا الماليه. طالما هو مدبر حاله ما بينزل بخاف على طالما هو عنده معارف بتزته بهالمسلسل بتزته هون بتزته هون بتزته ما بينزل معي. واذا ما كنا ايد وحده ما بتاخذوا شيء مشان هيك بتقولوا والثوره لليد انا بفتكر بعد ما دكتور توني نعمل انا عم بعمل كريزة قلب. لا بس انا بعد ما فيي وام البنات وديو المشاهير شو عنا مالي ما هو ما بيسوى احكي بس كلهم بيحكوا وانا كنت اسكت وما هيدا. انا باسبوعين اعتذرت عن مسلسلين وفيلم سينما ما بقى ارجع لورا. الفكرة اللي كانوا اخدينا انه ليليان بتجي انه ليليان قلبها طيب بتقبل شو ما كان لا حصن الدور. انا ولا مرة اهتميت بالمصاري بس كمان دور سوري 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 منكم تخني يا مصاري يا دور تخني ما بصير. كنت قلكم عيلتي بعتولي ناس بعد النصوص اللي اشتغلتها لا سوري ما عم قلل من قيمة الكتاب. الكاتب كاتب مسلسل أندري باعك ايه انا عم بحكي اللي بيبقى قاعد لا بعدين بدي اطلب طلب من صوت لبنان يال وبعرف بده يعمل ضجة هيدا الخبر بكل محبة وبكل تواضع. بطلب من الاخوين حلو يسحبوا لي اسمي من الترشيح لجايزة الميراكس دور. ولماذا؟ عيب عيب تحطوا لي اسمي مع ممثلات مبتدئات. انا بعد 52 سنة بتكرم على تاريخي. عن اي فئة حطوا لك اسمي؟ فئة ممثلة تانية بس اذا بتشوف الاسامي مع احترامي للكل عيب. نعم تطلبي منهم بطلب هلا من صوت لبنان بس اذا في ذره احترام لتاريخي بس مش انا ما حدا
انا مواطنه عاديه مدعوسه بهالبلد. وصلتي معه؟ توصلتي معه؟ توصلتي ما كنت لاقي رقمهم. هلا انا مواطنه ما بدي انا مواطنه انا مواطنه معطره مدعوسه بهالبلد. في اكثر من هيك بدكم الكون؟ بكل حب وتقدير لقيمتكم الكبيره لو سمحتوا اليوم قبل بكره تسمع بتسحبوا لي اسمي من الترشيح لجائزه الميركزور. وانا بحبكم. ها اخطر تصريح. ها هلا بحترمكم لاخر دقيقه بس انتو ما احترمتوني. لهون ما بقى في كلام عن هذا الكلام. وسكت. وبدي اقول لكل اللي بحبوني بحبكم لتخلص الدنيا. وان شاء الله ان شاء الله كل اللي بحبوني واللي هن بدي اشكركم على دعمكم على كلامكم على محبتكم. وفؤاد وكله بدي اقول لكم شغله ان شاء الله انا بموت وما بشوف واحد منكم ضايقه وشوكي. هو اللي بحبوني اللي بيعطوني من وقتهم وبيكتبوا لي اللي بحبوني من قلبه والاوفي على الفيسبوك من 11 سنه. وانتبهوا يعني دايما عم بينخرقوا صفحاتي ودايما عم بيصير قصص. ما تتصرفوا اي شيء قبل ما تسالوني اي رساله مش مزبوطه اي شيء اي تدخل بحياتكم سالوني قبل. ومن هلا بقلكم ما بقى حدا يبعث لي رسائل على الانبوكس على الفيسبوك. ليه احكوا بالعلن شو بدكم ما عندي شيء مخبى. ما بترضى ليليان نمري يعني ان بلاي فجرتيها اليوم بالاستوديو. قلت لكم اليوم انا بدي اعمل كريزة القلب ما حدا صدق. يس صارت بحضني ليليان هون حدي. ليليان نمري بس انت حسابك برا ما رح فل اليوم قبل ما اعرف الحقيقه. يا شو هي الحقيقه؟ هلا صار وقت الموجز بس بدي شو عامل لك انا. نحن اسم نلتقي البرنامج نلتقي معكم في السنه المقبله ولا رح تاخذوا مني مقابله قبل في هذه السنه في مقابله بس على الموجه سوا والآن, والان ننتقل الى نشاط الاخبار. كنت معكم سمير اصابلي المير وانا اودري داغر ما احترم سمير باي.